بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ اليوم سلسلة من الفيديوهات لمراجعة دروس مادة علوم الحياة والأرض استعدادا للامتحان الوطني إن شاء الله. الدرس الأول اللي غنبدأ به هو درس التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية. هذا الدرس هذا فهو كيدور حول المواد العضوية اللي هي عبارة عن جزيئات كيميائية غنية بالطاقة. يعني ملي كنقول مادة عضوية اللي كيهمنا فيها في هذا الدرس هذا هو أنها جزيئات كيميائية كتحتوي على طاقة كامنة، يعني فيها واحد الكمية من الطاقة. وكنعرفوا على أن الخلايا ديال كاع الكائنات الحية فهي تحتاج إلى طاقة من أجل القيام بمختلف الأنشطة الخلوية ديالها، والمصدر ديال الطاقة ديالها يعني منين غتجيب هي ديك الطاقة، غتجيبها من المادة العضوية. وبالتالي الخلية فهي أو الخلايا كيحتاجوا أنهم يقوموا بتفكيك وهدم المواد العضوية من أجل الحصول على الطاقة. المثال ديال المادة العضوية اللي شفنا في هذا الدرس هذا هو واحد الجزيئة كيميائية بسيطة كتسمى جزيئة الجلوكوز. دونك الجلوكوز هو عبارة عن سكر بسيط، الصيغة الكيميائية ديالو هي C6H12O6. الصيغة الكيميائية هي C6H12O6. هذه الجزيئة ديال الجلوكوز هذه فهي عبارة عن سكر بسيط، دونك هي مادة عضوية وبالتالي فهي كتحتوي على طاقة. لكن الجلوكوز كيبقى فقط كما قلنا مثال على المواد العضوية، يعني نقدروا في التمرين نعطيك نوع آخر من المواد العضوية، يعني سكر آخر من غير الجلوكوز، نعطيك الفريكتوز ولا الجالاكتوز ولا أي نوع آخر من السكريات. كيبقى يعني المبدأ واحد، هي مادة عضوية دونك فيها طاقة، دونك الخلايا غيحتاجوا أنهم يحرروا هذه الطاقة اللي موجودة فيها. ونقدروا كذلك نلقاو في التمارين جزيئات أخرى من غير السكريات البسيطة مثل السكريات المعقدة، اللي أهمها اللي ممكن نشوفه هو الجليكوجين. دونك الجليكوجين ما هو إلا عبارة عن مجموعة من جزيئات الجلوكوز مرتبطة فيما بينها. يعني ملي كنقول جليكوجين كنعني به بزاف ديال الجزيئات ديال الجلوكوز مرتبطين فيما بينهم. دونك تقدر يكون عندنا أمثلة أخرى ديال المواد العضوية، لكن كيبقى في النهاية المادة العضوية غنية بالطاقة وتمثل مصدرا للطاقة بالنسبة للخلايا. دونك في الدرس شفنا على أن هذه الجزيئة ديال الجلوكوز اللي هي عبارة عن مادة عضوية غنية بالطاقة، فالخلايا كتلجأ إلى الهدم ديالها من أجل تحرير الطاقة وفق مسلكين. يعني الخلايا عندها الاختيار ما بين جوج ديال الطرق على حسب الخلايا وعلى حسب الظروف ديال الوسط بطبيعة الحال، فهي عندها اختلاف ما بين أو عندها الاختيار ما بين مسلكين. دونك إما أنها تقوم بهدم هذه المادة العضوية هدما كليا، يعني تقوم بالهدم الكلي للمادة العضوية. ومني كنقول هدم كلي للمادة العضوية كنعني به أن في نهاية هذه التفاعلات هذه غنكونوا استخرجنا كل الطاقة اللي موجودة في جزيئة الجلوكوز، وحولنا بذلك الجلوكوز من مادة عضوية غنية بالطاقة إلى مادة معدنية خالية من الطاقة. داكشي اش كنسميه هدم كلي، لأننا استخرجنا كل الطاقة اللي كاينة في الجلوكوز. هذا الهدم الكلي ديال المادة العضوية فهو كيحتاج إلى استهلاك الأكسجين، ومجموع التفاعلات ديالو كتسمى التفاعلات ديال التنفس الخلوي. دونك تسمى تفاعلات التنفس الخلوي. الخلية كذلك لها إمكانية الاعتماد على مسلك آخر، اللي هو أنها تقوم بهدم المادة العضوية، ولكن هذه المرة هذه هدما جزئيا. دونك تقوم بهدم جزئي للمادة العضوية. علاش كنسمي هذا الهدم هذا هدم جزئي؟ لأن في نهاية التفاعلات غنستخرجوا فقط جزء من الطاقة الموجودة في الجلوكوز، يعني أن جزء آخر من الطاقة غيبقى لي في النواتج النهائية. يعني الناتج النهائي ديال هاد التفاعلات غيكون عبارة عن مادة عضوية مازال فيها طاقة. يعني ما قدرناش نخرجوا الطاقة كلها اللي كاينة في الجلوكوز، يلا خرجنا جزء منها. داكشي اش كنسميه الهدم جزئي. هذا الهدم الجزئي ديال جزيئة الجلوكوز ولا ديال المادة العضوية عموما فهو لا يتطلب من الخلية الاستهلاك ديال الأكسجين. دونك عندنا هدم كلي كيطلب استهلاك الأكسجين، كيتسموا التفاعلات ديالو في المجمل هم تفاعلات التنفس أو مسلك التنفس الخلوي، وعندنا هدم جزئي لا يحتاج إلى الأكسجين، مجموع التفاعلات ديالو كيتسموا بتفاعلات التخمر، أو هذا المسلك هذا كيتسمى مسلك التخمر. إذا الخلية
على حسب الخلية وعلى حسب الظروف ديال الوسط، فهي عندها مسلكين ممكن تعتمد عليهم، مسلك التنفس اللي هو هدم كلي يتطلب استهلاك الأكسجين، ومسلك التخمر اللي هو هدم جزئي لا يتطلب استهلاك الأكسجين.